حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الشرق الأوسط بات على شفير حرب شاملة، وخلال كلمة له في قمة بريكس طلب بوتين بتوسيع الحضور الآسيوي والإفريقي في مجلس الأمن، قائلا إنه لابد من تصحيح النظام التاريخي وعلى رأسه في الأراضي الفلسطينية. هذه قازان التترية الروسية، وهذا كونفوشيوس حكيم الصين الذي قال يوما: ليس المهم سرعة مسيرك، بل المهم استمرارك بالمسير. اليوم يزيح الروس الستار عن تمثال الرجل الذي شكل صبغ الثقافة الصينية قبل ظهور ماو ونظريته المناوئة للإمبريالية الغربية، بينما يحيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفاقه في تكتل بريكس في محاولة لكسر فكرة العالم أحادي القطب، مذكرا بخطابه الشهير في ميونخ عام 2007، وتعبيرا عن وحدة بريكس وتكاتفها في وجه الدولار، تلقى بوتين هدية رمزية لورقة نقدية تمثل تكاتف المجموعة. من المهم تعزيز الأداء الفاعل للأمم المتحدة بتكييف هيكلها مع حقائق القرن 21 وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن لبلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك تلك التي حضر قادتها في هذه القاعة. منظمة الأمم المتحدة وما يتفرع عنها من مؤسسات، خصوصا مجلس الأمن، التي فشلت قراراتها في كبح آلة الحرب الإسرائيلية في وجه المدنيين. وعلى هذا الأساس فإننا ندعو لوقف فوري ودائم للقتال في قطاع غزة، وسمح غير المشروط للمساعدات الإنسانية للوصول لكافة المدنيين، وندين بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. توافق طغى على قمة بريكس للتأكيد على ضرورة حقن الدماء في غزة ولبنان، والتحذير من دخول المنطقة في حرب شاملة كما وصفها بوتين. ولوصف قدرة بريكس على إحداث التغيير، فإن التكتل يمثل قرابة 40% من سكان العالم بناتج محلي إجمالي تراكمي يقدر ب 27 تريليون دولار. إن كانت بريكس لم ترقى بعد للوصول إلى مستوى تكتل رسمي كالاتحاد الأوروبي، إلا أن نظاماً اقتصادياً عالمياً لا شك سيتشكل إذا ما أصبح جميع الحاضرين الممثلين عن 40 بلداً أعضاء رسميين في التكتل. من موسكو ينضم إلينا المختص بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي. أهلاً ومرحباً بك معنا دكتور محمود. إلى أي مدى تحاول بريكس الآن بقيادة روسيا الانتقال على من مستوى التصريحات إلى مستوى الأفعال، تحديداً فيما يتعلق بالشرق الأوسط؟ أول شيء سعد أوقاتك سيدي الكريم والأخوة المشاهدين. ليس بقيادة روسيا، لأنه ما يميز مجموعة بريكس أن ليست لها قيادة وليست هناك دولة مهيمنة. روسيا فقط كانت الدولة المضيفة لا أكثر ولا أقل، ولا حتى تستطيع أن تفرض أفكارها على مجموعة بريكس، وهذا ما يميزها فعليا. يعني لو كانت روسيا مهيمنة أو بقيادة روسيا لا شابهت مجموعة السبع ولا نستفد شيئا. نحن نريد عالم متعدد الأقطاب ولا نريد أي هيمنة لأي دولة على أخرى، لذلك ليس بقيادة روسيا. ولكن أليس هدفا أن تصبح قمة بريكس كجهة مواجهة للاتحاد الأوروبي أو الحلف الناتو أو ما يشبه من الدول الغربية فيما يتعلق بمحاولة أيضا إلغاء القطب الواحد؟ يعني ما قاله رئيس الوزراء الهندي قاله بشكل يعني واقعي، قال هي هذه ليست مجموعة بريكس، ليست مجموعة موجهة ضد الغرب، ولكن فقط هي ليست غربية، هي مجموعة تجمع كل دول العالم التي ترفض التمرد الأمريكي والهيمنة الأمريكية، وترفض عدم الاستقرار في العالم، وترفض أن منظمات الأمم المتحدة ومجلس أمن أصبحت غير فعالة ومكتوفة الأيدي. يعني هذا هو نوع أنواع التمرد على المنظومة الدولية التي أصبحت عاجزة عن يعني ما يسمى عن إنجاز مهماتها الأساسية. عندما نتكلم عن مجلس الأمن، من المفروض أن يزرع الأمن ويسيد الأمن. ماذا يفعل مجلس الأمن؟ يعطي الضوء الأخضر لدول لتدمير بكل شيء وإقامة بإبادة جماعية. هذا أمر خطير جدا. لذلك نرى أن هذه الدول فعليا أطلق صوت واضح أمام المجتمع الغربي. هذا أمر شيء أن يجب أن تعدل أو تصحح أو تصلح منظومات الدولية، وأيضا يتوسع مجلس الأمن. هذا أمر مهم جدا. إذا لم ينفذ ذلك ستضطر هذه الدول إلى إنشاء منظومة
خاصة بهم، وهذا ما اضطر عليه الرئيس الصيني، قال يجب تشكيل لجنة تتابع الأمن في العالم في منظومة البريكس، يعني ما هو يعني مجلس الأمن البريكس. لذلك أنطونيو غوتيريش قدم إلى الأمين العام المتحدة، قدم إلى هذا المؤتمر رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان جوابه لا أستطيع أن أكون بعيد عن 60% من سكان الأرض، وهي ما كانت تمثله مجموعة البريكس بلس اليوم. ما هي أمل اتساع التحالف دكتور محمود؟ الآمال المعقودة في مسألة اتساع التحالف ودخول دول جديدة في بريكس، ما الآمال؟ الآمال هي دعم جيدا أن مجموعة بريكس لديها قدرات، يعني خلينا نكون واقعيين، لديها القدرات لحل لما يسمى الضغط على دول أخرى وإنهاء الصراعات في العالم. لديها هذه القوة، هي قوة اقتصادية وإقليمية قوية جدا، نعلم باقتصادها، بمواردها البشرية، بعدد سكانها، وحتى بأسلحتها، حتى بجيوشها، هي تملك قدرة كبيرة هائلة في كل دول العالم. لذلك لديها الإمكانيات لفرض السلام على العالم. إذا لن تفهم الولايات المتحدة هذا الأمر فيستخسر هذه البلدان. لذلك لديها إمكانيات كبيرة إذا استخدمت، هذا أمر مهم إذا استخدمت. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسكت وستبدأ بما يسمى زرع الألغام بين هذه الدول، ولكن أعطيك مثالا أن على أصبحت البريكس منصة حتى لزرع السلام. أعطيك الإشكال الصيني الهندي نحل في البريكس، يعني الآن هناك اتفاقية وكانت قمة صينية هندية اليوم في كازان. ماذا حصل اليوم؟ يعني إذا رأيت الاجتماع اليوم الموسع، كان رئيس الأذربيجاني والرئيس الأرمني بجانب بعضهم يتكلمان ويضحكان، هذا أمر مهم جدا. هذا يعني ولكن هل يعتبر هذا مؤشر لحل الخلافات؟ هل يعتبر هذا مؤشر لحل الخلافات؟ وهذا يقودنا إلى السؤال، ما الذي يربط هذه الدول في بعض ما بين بعضها البعض؟ لأن هناك علاقات على مستويات دولية تختلف، هناك أزمات كما أشرت إليها بشكل واضح، وهناك مصالح وطموح أيضا لكل دولة. يعني طبعا يعني هذا أكبر دليل على أنها ما هي منظومة الأمم المتحدة، هي مفروض أن تحل الخلافات، ولكن ماذا نفعل عندما ننظر للشراكة المتحدة؟ ننظر كل دولة تسب الدولة الأخرى. هذا ما يميز البريكس، أن البريكس كل الدول لديها مصالح اقتصادية مع دول أخرى. لماذا هو نادي اقتصادي؟ لأنه الاقتصاد هو السياسي. لا تستطيع في العصر الحديث أن تفصل الاقتصاد عن السياسة، هو أقام متلازمان، هذا أمر مهم جدا. لذلك المصالح الاقتصادية بين هذه البلدان يمكن أن تحل المشاكل كما حصل بين الصين والهند. يعني ما هو بين الصين والهند هو ما يسمى خلاف زرعه الاحتلال البريطاني في الهند، وهذه الخلافات الآن وقع الاتفاقية. لذلك الأرضية البريكس يمكن أن تحل الخلافات عن طريق المصالح الاقتصادية المشتركة. هناك دول تتعامل مع بعضها، هناك شركات تجارية مثلثة مربعة مخمسة. ليست المهم مثل بداية اللقاء، ليس الفرق بينها وبين المجموعات الأخرى الاقتصادية أنها ليست لديها دولة مهيمنة، وليس لديها أيضا يفرض آراءه على الأطراف الأخرى. أيضا هذا يقودنا إلى مسألة التخطيط للخروج من هيمنة الدولار، ولكن قبل ذلك أشير إلى هذه الصور التي كانت ترد مباشرة للمؤتمر الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يتحدث بشكل واضح، وما صدر الآن ورد إلينا بأنه 35 دولة أبدت استعدادها للانضمام إلى بريكس، وبوتين يتحدث بأنه سيتم الموافقة على قائمة محددة من هذه الدول. دكتور محمود، فيما يتعلق بجسر بريكس وكيف يخطط لإنهاء لهزيمة الدولار، هل تعتقد بأن هذا أيضا من أحد الأسباب للتوسع وأيضا إيجاد نظام اقتصادي؟ هل من الممكن إيجاد عملة موحدة لبريكس؟ يعني من الصعب إيجاد عملة موحدة لبريكس، ولكن يمكن التعامل حاليا بالعملة الوطنية. نعلم أن مجموعة بريكس ليس هي لا تحارب الدولار، ولكن الدولار بدأ يحارب الدول الأخرى. عندما يستخدم الدولار كسلاح كالعقوبات وسلاح جيوسياسي، هذا يضعف ما يسمى الثقة به. يعني على سبيل المثال، روسيا منعت من استعمال الدولار، روسيا تريد استعمال الدولار ولكنها منعت من استعمال الدولار، فكيف ستتعامل؟ هي تتعامل الآن بالعملة الروسية، باليوان الصيني، بالدرهم الإماراتي. يعني هذا أمر روسيا مضطرة إلى الاستخدام، ولكن الدول الآن بطلت تفكر. إذا فرضت علينا الولايات المتحدة أي أمر أو أي عقوبات، سنصبح كما روسيا. لذلك هذه الدول بدأت تتكاتف جميعا لإنتاج عملة موحدة. هذا سؤال وقت، ولكن يجب أن نفهم أن هذه صعبة جدا لإيجاد عملة موحدة لكل هذه الدول. نحن بحاجة الآن لما يسمى تقوية العملة الوطنية.
عندما عمل كل تستخدم العمله الوطنيه انا برايي افضل بكثير من الدولار. يعني تصور ان تستخدم عمله وطنيه في كل تعاملاتك التجاريه وتستخدم عمله وطنيه اخرى، هذا افضل من الدولار انا في رايي. ولكن هناك اقتصادي اراهم اكثر من ذلك. سريعا نتكلم عن وحده، هذا سابق للزمان. نعم سريعا دكتور محمود، على مستويات سياسيه هل تعتقد بانه سيكون لبريكس دور اكبر في مساله الاشتباك وتحديدا فيما يتعلق بقضايا الشرق الاوسط غزه لبنان؟ سريعا اذا سمحت. طبعا انا في رايي سيحصل ذلك، ويحصل الان فعليا. هو حسب ما سمعت هناك وفد الان من حماس في موسكو حسب التوقعات، والرئيس الفلسطيني موجود في غزان، وهناك اجتماع ثنائي الان بعد المؤتمر الصحفي سيكون مع الرئيس محمود عباس، سيكون هناك اجتماعات مهمه، هناك مفاوضات الان مباشره بين تل ابيب وموسكو، هناك بعض الوفود الروسيه وصلت تل ابيب، خصوصا ان هناك يعني هذه الوفود هي موكله من مجموعه البريكس الى روسيا، يعني روسيا الان تقوم بالتفاوض عن دائما عن مجموعه البريكس لحل المشكله ووقف اطلاق النار فوري، يجب اطلاق النار، وقف اطلاق النار فوري الان، لانه اذا استمرينا اسبوع او اسبوعين في هذا النزاع ستمتد هذا. نرى الان توسعت الحاله الى سوريا، الى لبنان، ماذا بعد ذلك؟ تصل الى دول عربيه اخرى. هذا يجب ايقاف هذا الشخص المجنون الذي بدأ يخبط يمينا وشمالا، يعني بالفعل لا أحد يوقفه، فيجب اتخاذ قرار فوري لوقف إطلاق النار حتى لا تشتعل الحرب في كل بلدان. أشكرك، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه المشاركة المختص بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي.